بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المحاضرة الثالثة من محاضرات العقيدة، تكلمنا عن صفات الأنبياء. ما هي الصفة الأولى؟ هذا خلص الذكورة. الدليل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا وكل الذين ورد ذكرهم في القرآن من الأنبياء والرسل كانوا رجالا. طيب باختصار، الله. الصفة الثانية مين بيعرف؟ الصفة الثانية الأمانة. الصفة الثالثة العصمة من الوقوع في الذنوب. طيب نسأل، هي العصمة مين بيشرح لي شو معناتها؟ يعني الذنوب صغائر كبائر قبل البعثة بعد البعثة؟ اعطيني الخلاصة من الأخير. بس هيك كلمة كلهم ما شاء الله مختصر. جامع معنا شوف. تفضل شيخ عقيل. هي العصمة من الذنوب الكبائر ومن الذنوب الصغائر قبل البعثة. لا 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 لا، قال لك كلهم عبارته أصح. كلهم عبارته أصح. من الصغائر والكبائر قبل البعثة وبعد، هذا المعتمد. هذا المعتمد. يعني في ناس قالوا قبل البعثة، يعني لا، لأنه بده يكون قدوة. شلون بده يوقع بذنب قبل البعثة وبعد البعثة يقول أنت كنت تمشي مع فلانة؟ يصير هذا الحكي؟ ما بصير. فهذا بده يكون قدوة. طيب ايضا موضوع العصمه وضحناه نحن، لكن الان بدنا نسال سؤال. يعني احنا اليوم درسنا له محوران. المحور الاول هذا الذي ساقوله الان، إذا لم يأتي شيء في الشرع في مسألة ما، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة ولم يأتي في الشرع جواب عن هذه المسألة، ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يجتهد. طيب إذا اجتهد فأخطأ. هل الخطأ، السؤال الأول، هل الخطأ يعد معصية في حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ مين بيجاوبني؟ رفع اليد. لا يعد، لأنه هو مكلف أن يجتهد، مكلف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على اجتهادين. استغفر الله سيدنا، جيب له كرسي. لا لا، رجاء رجاء رجاء، جيب جيب جيب. تفضل شيخ، الله يرضى عليك. تفضل رجاء، ما بتقعد الا تفضل. بسم الله، لا الله يرضى عليك. اذا جاء سئل النبي عليه الصلاه والسلام في مساله، ثم بعد ذلك هذه المساله لم ياته الجواب من السماء فاجتهد، فاذا اخطا، لانه الحكم عند الله واحد، فاذا اصاب النبي أو المجتهد حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بس بعد النبي لا نعلم من الذي يصيب ما عند علم ما في علم الله. إذا أصاب ما في علم الله هذا اجتهاد صحيح. طيب إذا أخطأ، إذا هذا الخطأ ليس معصية لأنه مكلف بالاجتهاد، ولأن ومن واجبنا أن نطيع النبي عليه الصلاة والسلام لأننا أمرنا بأن نطيعه في كل حال. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهذا الاجتهاد نحن مطلوب منا، حتى لو كان اجتهادا خطأ، طبعا نحن لا نعلم أنه خطأ، هو خطأ بالنسبة لما في علم الله، لأننا سنقول الآن إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على اجتهادين خطأ. يعني مثلا أتيكم بمثال، النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع الأسرى بدر، أشيروا علي أيها الناس، فأشار عليه سيدنا عمر بأن نقطع رؤوسهم، أشار عليه سيدنا أبو بكر أن هؤلاء رحم
إن فيه الرحم أولاد عمومة كذا، وليس من اللائق أن يقتل الإنسان أولاد عمومته، فأن يعني نفتدي يفتدي واحد منهم بما يستطيع. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بقول سيدنا أبي بكر وليس بقول سيدنا عمر. هنا اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا لم يوافق الاجتهاد ما في علم الله. الاجتهاد تم تنفيذه وهو أمر على الأمة، والأمة أطاعت، ولا يتراجع المسلم عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله عز وجل هل أقره على هذا الاجتهاد؟ الأمر وقع لكن لا يقر. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، هذول رؤوس الكفر. أنت بأول الدعوة، فهذول ما بسيبوا. ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة إلى آخر الآية. إذن الاجتهاد بالنسبة لنا أمره فرض، لأن كل أوامر النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا الطاعة فيها واجبة. سنأتيكم بمثال آخر. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة سألته أنه اسمها خولة، قالت له أنه زوجي ظاهرني، وقال له أنت علي كظهر أمي، ما جاءه وحي في هذه المسألة؟ فقال ما أرى إلا أنك قد طلقت منه، يعني أنا شايف. اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام فرأى أن يعني هذا القول الذي قاله له زوجها له حكم الطلاق. صارت تتراجعه، قالت لعله ما أراد، لعله ما قصد، لعله أراد شيئا آخر. قال ما أراك إلا أنك قد أصبحت مطلقة. هنا تابعت شكواها السيدة خولة الله يرضى عنها، قالت أشكو إلى الله أمر، إن لي منه صبية إن ضممتهم إلي جاعوا. مين يصرف عليهم؟ أبوه. إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن رددتهم إليه ضاعوا. خالي مرت الأب والرحمة اللي بقلبها كثير يعني، وإن رددتهم إليه جاعوا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يقول ما أراك إلا قد حرمت علي، ما غير. بعد ذلك هذا اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا الاجتهاد بالنسبة للسيدة خولة ملزم؟ لكن هل يقر النبي عليه الصلاة والسلام على اجتهاد خطأ؟ لا. وهل الخطأ في الاجتهاد معصية؟ نحن نتكلم عن العصمة، يعني هذا البحث يتفرع عن بحث العصمة في الأنبياء. من صفات الأنبياء أنهم معصومون أبدا. لذلك نزل قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك، لأن أختي تعطيت معه كثير، تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما والله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، إلى آخر الآيات. آيات طويلة، الصفحة الأولى من سورة قد سمع أو سورة المجادلة. فتبين أنها مسألة ظهار وليست مسألة طلاق. لاحظنا هذه المسألة يجب أن ننتبه لها وأن نعيها ونعي هذا التفريع فيها. طيب الآن الصفة الرابعة اللي نحن ما أخذناها في صفات الأنبياء، قال كمال العقل والضبط والعدالة. نحن شو قلنا محاضرة التاريخ؟ شو قلنا؟ اللي بده يطلع داعية، إذا أب بده يختار واحد من أولاده يفرغه للدعوة، شو بده يختار؟ أذكى واحد فيهم، مو أخبى واحد فيهم. لأن الدعوة تحتاج إلى رجال، وتحتاج إلى عقلاء، وتحتاج إلى إمامة، وتحتاج إلى مناظرة. فبدها ناس يحملوا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب
هذه الصفة لا تحتاج إلى دليل، لأن كل مشاهد كل الآيات التي جاءت في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل في الدلالة على هذه على هذا المعنى. طيب الآن ننتقل إلى نقطة أخرى. الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل وخاتمتهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليسوا بشرا؟ أليسوا بشرا؟ طيب ما معنى أنهم بشر؟ ما معنى أنهم بشر؟ أنهم إذا جاعوا يطلبون الطعام، أنهم إذا عطشوا يطلبون الشراب، أنهم إذا نعسوا يسعون إلى الرقاب، أنهم إذا استغضبوا يغضبوا، بشر. أن فيهم الطبيعة البشرية التي توجد في سائر البشر، لكن هذه الطبيعة البشرية التي نتحدث عنها لا تحملهم على معصية الله. انتبه، أي أيضا عنوان آخر. هذه الطبيعة البشرية، أنا بشر لست معصوما، ممكن طبيعتي البشرية يعني تغلب علي في لحظة من اللحظات فتدفعني لا سمح الله أنا أو غيري، يعني ما عم كده عن نفسي الزاد، إلى معصية الله. بالنسبة للأنبياء الطبيعة البشرية التي خلقهم الله عز وجل عليها هم معصومون من أن يستدرجوا بها إلى معصية الله. نحن قلنا الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر قبل البعثة وبعدها ومن المكفرات أيضا. طبعا أيضا من طبيعتهم البشرية أنهم يمرضون، لكن لا يصاب أحدهم بمرض ينفر. يعني ما يروى عن سيدنا أيوب من كلام، لا هذا كله يعني موجود في الإسرائيليات لكن ليس موجود في ديننا وفي الأحاديث الصحيحة على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام. لا، ليه؟ لأن النبي من وظيفته أن يختلط بالناس، أن يحتك بهم، أن يدعوهم إلى الله، أن يعرفهم على الله. فإذا أصيب بمرض ينفر أو مرض معدي، حتى مرض منفر أو مرض معدي، فهذا سيجعل حاجزا بينه وبين الناس، سيجعل الناس يبتعدون عنه. إذن الأنبياء لا يصابون بمرض منفر ولا يصابون بمرض معدي. طيب المشركون أيها الأبناء الكرام، يعني هي الطبيعة البشرية التي تحدثنا عنها قبل قليل، يعني وجدوها كبيرة على النبي عليه الصلاة والسلام، كبيرة. إنه يعني رب العالمين إذا بده يختار نبي ليش يختار واحد منا؟ حتى اختلفوا، يعني هي القبيلة منكم نبي ومنا نبي، يعني شغلة عاملينها محاصصات حزبية ومناطقية وقبلية. فقال المشركون كما ذكر ونقل عنهم القرآن الكريم، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ بيأكل مثل ما بنأكل، بيشرب مثل ما بنشرب، بيروح على الخلاء مثل ما بنروح، كيف هيك نبي وفي هذه الصفات؟ أي نعم، نبي منكم، صفته من صفتكم، لكن الله ميزه بهذه الصفات التي ذكرناها، الذكورة والعصمة والضبط والعدالة و غير ذلك. الله عز وجل رد عليهم فقال وما أرسلنا قبلك من المرسلين، مو بس أنت، كل الأنبياء، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. طيب لماذا جعل الله الأنبياء يأكلون ويشربون، يعني لهم صفة البشرية؟ لأن النبي سيكون إماما، النبي بحد ذاته هو وسيلة إيضاح للناس، يعني في السوق كيف يتعامل، كيف على أنا كمسلم كيف علي أنا أتعامل إذا كنت في السوق؟
كيف علي أن أتعامل عندما أكون زوجاً، عندما أكون قائداً، عندما أكون أباً، عندما أكون ابناً، عندما أكون جاراً، عندما كل حياة النبي عليه الصلاة والسلام هي وسيلة إيضاح لأمته، لأصحابه أولاً ثم لمن بعدهم إلينا إلى قيام الساعة، لنتعرف كيف يكون الإنسان المسلم. فكيف يمكن أن يكون الرسول وسيلة إيضاح وهذا الرسول هو من الملائكة؟ الملائكة لا يأكلون، لا يشربون، لا يتناسلون، ليس فيهم، لا يوصفون بالذكورة ولا يوصفون بالأنوثة، هذا كله درسناه نحن بالعقيدة، لا تذكرون؟ فالملائكة لا يوصفون بكل هذه الصفات، يعني بالعكس إذا كان النبي هو من الملائكة شو بيقول له؟ أخي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. أخي أنت ملك، ما بتشعر اللي نحن بنشعر فيه، ما بيصير نحن منوع، فما بيقتدي فيه. لاحظ سيدنا يوسف عندما تعرض لإخوائي امرأة العزيز وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت تلقى لمعاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فتعرض لفتنة يتعرض لها أي إنسان من البشر، سأل الله ألا نفتن، يعني أي إنسان ليس على التعميم لكن يمكن أن يتعرض لها أي إنسان من البشر. فالنبي كنبي سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو غير النبي عليه الصلاة والسلام هو وسيلة إيضاح لقومه لكي يسيروا ويعيشوا على نهج النبوة، فينبغي أن يكون منهم ويتصف بصفاتهم حتى يكون يعني كلامه مقبولا لديهم. رب العالمين أيضا ذكر لنا آية أخرى، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كان ملائكة اللي ساكن الأرض مو البشر، الملائكة كنا بدنا ننزل عليهم من السماء واحد ملك، فما دام الذين يسكنون الأرض هم البشر أو من البشر فالنبي الذي اصطفاه الله عز وجل هو واحد من هؤلاء البشر. طيب عندنا مسألة وهي مسألة سنختم بها خلاص، قديش بيه؟ إن شاء الله نقدر نغطي المسألة. هلا بعض الناس يثيروا أمرا في موضوع عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو زواج النبي عليه الصلاة والسلام من 9 نساء. النبي عليه الصلاة والسلام أذن له أن يتزوج بأكثر من 4، نحن لم يؤذن لنا بأن نتزوج إلا 4، بس قادرين يتجوز 4؟ طيب فأذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بأكثر من 4، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 نساء. فبعض الناس يثير هنا زوبعة من الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام فيقدم هذا المشهد على أن هذا الأمر يشين النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يليق بالنبي كنبي أن يكون أن يموت على 9 نساء. طبعا نحن هذا الكلام إذا كان الإنسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى كل هذا الكلام ملوكي، لكن نحن كوننا نعيش أو كوننا نعيش في مجتمع تسار فيه هذه الأمور فلا بد من أن نتصدى لها، يعني لا بد أن تكون عندك على الأقل فكرة تستطيع أن تلجم هذا الذي يثير هذا الموضوع، يعني كما أننا نؤسس طلاب علم ليتحصنوا بهذا الدين ورد الشبه التي يثيرها الملحدون، كذلك هناك من يؤسس في مجتمعنا من يلقنونهم أفكارا يبثونها كالجراثيم داخل المجتمع تسيء إلى ديننا وتبدأ بعملية التشكيك اللامتناهية
في هذا الدين. طيب يقولون هذا غير مناسب، مهم خلينا نناقش هذا الكلام. يقولون هذا الموضوع غير مناسب، تسع نساء وبيتجاوزوا احيانا لموضوع انه وصف النبي عليه الصلاه والسلام بالشهوانيه او غير ذلك. طيب اول سؤال، المناسب وغير المناسب من الذي يحدده؟ العرف. نحن مرجعنا في اي شيء؟ انت مسلم. الذي يحدد المناسب وغير المناسب هو القران الكريم. بتشوف زواج النبي. ليش؟ يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وهب ذكري. هو التشريع. يعني هلا نحن لما بدنا نحن نشوف يا موضوع الصحيح وغير الصحيح، الحاكم فيه هو القرآن. حتى طاعتنا للنبي عليه الصلاة والسلام نأخذها من كتاب الله أولا. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. فالله عز وجل هو الذي يحدد ما الذي يكون وما الذي لا يكون، ما هو الصحيح وما هو غير صحيح، ليست أهواء البشر. إن أحللنا لك أزواجك، هذول أزواجك الإدعش يلي أنت صاروا عندك كلهم هذول نحن أحللناهم لك. لذلك بعدين في لحظة معينة من تاريخ النبي ومن حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما عاد في زواج، خلص سكرنا عليك الباب. فالأمر في النتيجة هو أمر الله. الموضوع أن الله عز وجل خص نبيه عليه الصلاة والسلام بأشياء، ليس فقط هذا الشيء إنما مجموعة أشياء. يعني الله عز وجل خص نبيه بصلاة التهجد، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. أنا شو لي علاقة؟ قول والله ليش أخي، ليش حمله الله؟ أنا ما بقول ليش، الذي خصه هو الله. صلاة التهجد بالنسبة لكل الأمة سنة، أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فرض. ومن الليل فتهجد، فعل أمر، نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كل واحد منا نحن إذا كان فقيرا يجوز أن يأخذ من الصدقات، ما هي؟ لكن الله عز وجل حرم الصدقات على النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ من مال الصدقة. الله عز وجل جعلنا نتوارث، مات جدي ورثوا أبي، مات فلان ورثوا ابنه، ما هي؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. هذا شيء خص الله عز وجل به النبي عليه الصلاة والسلام. النساء اللاتي تزوج بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصه الله بهن. هلأ كل واحد منا لو مات زوجته بعد ما تخلص العدة شو بيعمل؟ إذا أرادت أن تتزوج يتزوجها من ترضى به من عموم الأمة. هذا في حق زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز، لا يجوز. يعني أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، هن أمهاتنا. فهذا أيضا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الخصوصيات جعلها الله عز وجل وهو الذي أثبتها. فنحن موضوع المناسب وغير المناسب، موضوع الصحيح وغير الصحيح، موضوع الجيد وغير الجيد، هذا كلام يعني نحن حكينا يمكن هو كله تابع للقرآن الكريم. لكن لما حكينا موضوع الحسن والقبح في دورة، في دورة من الدورات تتذكروا موضوع الحسن والقبح، هل هو ذاتي أم هو؟ طيب الآن خلينا نعمل هيك النظرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام.
النبي عليه الصلاة والسلام لو كان كما يقول من يقول، كما يطعن من يطعن، وكما يسيء من يسيء، وجد في مجتمع لا ترد فيه يد لامس. شلون هلا بالغرب إذا واحد بيسلم عليه بتعانقوا مع بعض البعض، وجد في مجتمع نفس ذاك المجتمع لكن الآن أسوأ. الله عز وجل يقول ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فعندنا جاهلية أولى وعندنا جاهلية القرن العشرين وجاهلية القرن الحادي والعشرين. وجد في مجتمع لا ترد فيه يد لامس، فلو أراد أن يتزوج أجمل النساء وأصغر النساء لتزوج. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما تزوج كم كان عمره؟ برفع اليد، كم كان عمره؟ 25. طيب من تزوج؟ برفع اليد. من تزوج؟ كم كان عمر سيدة خديجة يا شيخ سامير؟ كان عمره 40 سنة. وكم رجلا تزوجت قبله، قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ تزوجت برجلين. يعني هو عمره 25 سنة في قوة الشباب، وتزوج امرأة أكبر منه 15 سنة وتزوجت من رجلين قبله. إيه هلأ إذا نجي لوحدة من بناتنا بنقول لهم في عريس آدمي وأخلاقه عالي بس أكبر منكم 15 سنة، ما بيقبلوا. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بامرأة يعني تزيد عليه في السن 15 سنة، واستمر هذا الأمر إلى أن اقترب من 50. عمره 25 يعني تقريبا 25 ثانية وهو على هذه الحال. عندما بدأ يقترب من سن 50 تزوج السيدة سودة ثم عائشة ثم سائر الزوجات. فالكلام الذي يسار حول النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول من يقول والمجتمع مفتوح، يعني خلينا نحكي بلغة العصر، المجتمع الذي يعيش فيه النبي عليه الصلاة والسلام مجتمع إباحي، مجتمع فاسد، مجتمع منحرف، والباب مفتوح، وهو سيد من سادات قومه، والبنات كتار والجميلات أكثر، لاحظنا، ومع ذلك تزوج سيدة من سيدات قومها وهي سيدة خديجة التي كانت تلقب بالطاهرة رضي الله تعالى عنها، وبقي معها إلى أن ماتت، وبقي إلى أن اقترب من 50، فكان زواجه من السيدة سودة ثم السيدة عائشة ثم سائر الزوجات. هل يمكن للإنسان كما يعني أن 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 كما يصور من يصور أن يكون عايش، أن يكون استغفر الله حاشاه، أن يكون إنسان شهواني ويكتفي بامرأة واحدة وهي تزيد بهذا السن وهو في العام الشباب ويقترب من سن 50؟ يمكن يعني هذا الإنسان ما بده غيره وغيره وغيره. فزوجات النبي عليه الصلاة والسلام اللاتي تزوج بهن بعد ذلك تزوج تقريبا خلال 13-14 سنة التي بقيت من حياته صلى الله عليه وسلم. يعني سيدة خديجة تزوجها عندما دخل، سيدة خديجة ماتت عنه عندما كان في مدارج 50. الذي يتزوج من أجل إرواء مشاعره الجنسية وبطريقة شائنة لا يكون حبيساً لزوجة واحدة، مو هيك يا أسامة؟ صحيح؟ لا يكون حبيساً لزوجة واحدة وقد تزوجت قبله مرتين. النبي عليه الصلاة والسلام في شغلة أخرى كان مضرب المثل في شغف العيش، حتى يعني كان يأتيه الكثير وكان يفقه كل له في سبيل الله، حتى زوجاته يعني حتى في شغف العيش، ركز معي، في شغف العيش كان أفقر واحد في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يعيش غالبا يعني حالة من شغف العيش هي أشد. لذلك اجتمعت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات تريدنا أنه أخير يعني بدنا بدنا نقول حصلنا وضعنا، ترتب لنا أمورنا، بس على الأقل بكل جيراننا يعني.
إيه نعم. فأنزل الله عز وجل عليه آيات ترجي من تشاء منهن وتؤذي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك إلى غير ذلك من الآيات. إذا بدكم بقى كنتن تريدنا فتعالينا أمتعكم وسرحكم سراحا جميلة نطلقكم ونجيبوا وضعوا بقى أنشوا بالحياة. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. خلاص الوقت أحبابنا. طيب هذا الكلام أحبابنا نحن نقوله لنحصن الشباب ولا نقوله لنهدي إنسانا ينتقل من مكان إلى مكان لأجل أن ينثر هذه السموم بين المسلمين. يعني في ناس أحبابنا كثير أكثر الشبهات التي تثار الآن في المجتمع نحن لا نرد عليها من أجل أن نهدي هؤلاء. هدول موظفين بالماسونية والاستخبارات العالمية وظيفتهم من إلى أن يموتوا على أن ينشروا هذه الأفكار. يعني أنت ترد عليهم هنا فتلجمهم وتسكتهم يذهبون إلى مكان آخر وقد استمعوا إلى ما رددت به عليهم فيعيدون الكلام مرة أخرى ويذهبون إلى مكان ثالث فيعيدون الكلام مرة أخرى. حتى بالطعن بصحيح البخاري وغيره الشبهة تأتي هنا يلجمون يذهبون إلى مكان آخر فيعيدون نفس الكلام. يعني نحن عندنا صنعة الآن عبارة عن صنعة بيشتغلوها هي صنعين التشكيك بهذا الدين. فعملية التشكيك بالدين موجودة وأنت ليس بالضرورة يكون عندك ثقة بنفسك وثقة بدينك ثقة بنبيك ثقة بأمتك. ليس بالضرورة أنه أنت لما بترد على إنسان أنه والله تنقله من الباطل إلى الحق. إذا إنسان وظف نفسه لنشر الباطل فأنت وإياه على النقيض من أول الحياة إلى آخرها. هو بيستلم الراية عنه واحد تاني جاهل وأنت يستلم الراية عنك رجل آخر محق ومن أهل الخير والفضل. وهذا صراع بين الحق والباطل اليوم وغدا بدأ مع بداية البشرية من قابيل وهابيل من الخير والشر من الأنبياء وأقوامهم الذين وقفوا في وجوههم إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهد التابعين إلى عهد تابعي التابعين إلى عصرنا. وستستمر هذه الجولات التي لا تتوقف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أنا أهم شغلة عندي أقول لك يا أنت عندما تحصن نفسك بهذه الردود على هذه الشبهات إياك أن تهتز إذا قال لك ما اقتنعت. المهم أنت تكون مقتنع. إياك أن تهتز إذا وجدت ردود أفعال غير سليمة. إياك دير بالك هؤلاء وظيفتهم التشكيك تشكيك دائما مو بس بهذه المسألة. نحن أنا قلت لكم هذا العصر الذي نعيش فيه هو عصر الزحف على الإسلام في كل جانب من جوانبه. يعني نحن في يوم من الأيام تضرب بلدة وبلدة على خير يتهمون القرآن والسنة على خير يتهمون السنة والقرآن. الآن في هذا العصر الهجوم لا يكتفي بجانب واحد ولا ببلد واحد ولا بمكان واحد. الهجوم شرس على كل شيء يمت إلى الإسلام بصلة القرآن السنة السنة الصحابة السيدة عائشة الله يرضى عنها التابعون تابعي التابعين كتابة تدوين السنة تدوين السيرة الأحكام الشرعية أهلية الإسلام لقيام هذه الأحكام لكي ينهض مرة أخرى لكي يسود الوجود مرة أخرى. كل شيء في الإسلام يمت إلى الإسلام بصلة يتهم الآن وهو محل استهداف ومحل السهام. لذلك يكون عندك ثقة
وقدره. حاحكي لكم نكته هيك فرجيك الواحد يكون واثق بنفسه. نحن في فتره لما كنا طلاب سيدنا يعني طلعت هي نظريه داروين واصل الانسان ارد وكذا والتطور والمشوء والارتقاء. فدخل مره هيك استاذ سبحان الله بكبر فقعد يقول لهم اصل الانسان ارد وهذا الكلام اللي موجود بالقران مو صحيح انه ادم وحواء ونزلت حواء وبلش. فالطالب من الطلاب بده يرد عليه شوف الانسان يكون عنده ثقه بدينه وثقه بنفسه كمان. رفع ايده حدا له سؤال حكى 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 الاستاذ حدا له سؤال رفع الطالب ايده قال له تفضل. قال له استاذ اذا جدك ارد انا جدي زلمه احسن من كل النقاشات. خلى الطلاب كله يضحكوا ويتمهزقوا عليه اذا انت جدك ارد انا جدي زلمه انت بدك تحكي عن اصل الانسان ارد انت اصلك ارد ما انه حتى يعني مو اصل ارد يعني لكن بتفكيره. واخر دعوانا ان الحمد لله يا رب العالمين.